تسمحوا لي كده اخطف قلوبكم باحلى غداء او عشاء، يعني زي ما تحبوا. انا جبت طاسه وحطيت فيها ميكس بين سمنه وزيت، ولما سخنوا نزلت بصلايه كبيره كنت مقطعها مكعبات، هنقلبها لغايه ما لونها يبقى ذهبي خفيف. وبعدين جبت نص صدر فرخه، يعني الحشوه بتاعتنا النهارده نص صدر فرخه وبس، مفيش اقتصاد ولا توفير اكتر من كده. المهم قطعتها برضو مكعبات صغيره وابتديت اقلبها مع البصل، ويدوب تقلبتين كده على الماشي. وهنبتدي نضيف البهارات في البدايه كده علشان تتشرب منها الفراخ. ضفت نص ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وملعقه بابريكا، وملعقه صغيره مليانه يا اما من خلطه البهارات السحريه بتاعتي، يا اما سبع بهارات، يا اما بهارات فراخ، يعني البهار اللي انتوا بتحبوه ضيفوا منه ملعقه صغيره. وضفت كمان نص ملعقه صغيره من الملح، ما تكتروش اكتر من كده، كان مظبوط جدا. ابتديت اقلبهم كده مع بعض، وفي الوقت ده طبعا هتشموا ريحه رهيبه، ميكس التوابل الجميله دي مع الفراخ والبصل، يعني كانوا قلبين الدنيا. بعد ما قلبتهم شويه حلوين كده وتغلفت الفراخ، نزلت بشويه فلفل الوان وممكن فلفل اخضر مفيش مشكله، هشوحهم شويه كده مع بعض لغايه بس ما احس ان الفراخ خلاص استوت. هضيف اخر حاجه ملعقه بس من صلصه الطماطم، دي صلصه طماطم بيتي، لو مش متوفره يبقى صلصه طماطم معلبه. هديهم كام تقليبه كده على ما تتسبب بس الطماطميه كده وتتشربها الحشوه عشان يبقى طعمها مسكر كده. خلاص الحشوه بقت جاهزه معانا، تعالوا نعمل احلى تشريبه في الدنيا. اضفت بيضه وحطيت عليها رشه ملح وفلفل، وبعدين هنقلبها كويس جدا كده لغايه ما يندمجوا مع بعض وتختفي البيضه تماما. بعدين هضيف عليها دول ملعقتين سمنه، انا سيحتهم بس ما تضيفوش سمنه سخنه على البيض علشان ما يستويش معاكم بقى ويبوظ، يعني هي كانت يا دوب سايحه. وبعدين بعد ما قلبتهم كويس ضفت كوبايه مليانه من الحليب، همكسهم كويس كده مع بعض، وضفت فنجان صغير من الرايب. انا ضفت رايب علشان ما كانش عندي زبادي، لو عندكم زبادي ممكن تضيفوا ملعقتين كبار من الزبادي، يعني علبه صغيره كده. وبعدين ضفت ملعقة كبيرة من الدقيق وملعقتين كبار من النشا، وبعدين ضفت ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. الخلطة دي رهيبة، مكسوهم كويس كده وخلطوهم كويس جدا جدا لغاية ما تختفي النشا على الدقيق على الحاجات اللي احنا ضفناها دي. وكده بقى عندنا احلى توريقة في الدنيا، مش هنستخدم نص كيلو سمنة في الاكلة بتاعتنا النهاردة، لا احنا اقتصدنا خالص، اخدنا ملعقتين وبس. خلاص كده بصوا القوام اللي انا محتاجاه، ولا يكون تقيل ولا يكون خفيف، ركزوا قوي في النقطه دي. بعدين هنجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها، ومش هندهنها برضو اي ماده دهنيه، هندهنها من التشريبه الجميله اللي احنا عملناها دلوقتي. الخلطه دي بصوا خلطه توريق رهيبه، كمان تشريبه رهيبه، فهي ممتازه جدا جدا لاي جلاش ممكن تعملوه، طبعا الحادق عشان احنا حاطين فيها ملح وفلفل. جبت لفة جلاش وزي ما انتوا شايفين كده، يعني كانت متهربدة تقريبا، يعني اخدت منها ورقتين بس، وهحط الحتة اللي هي متقطعة قدامي عشان كده كده هتتلف وهتدارة، يعني ولا من شاف ولا من دري. المهم هنجيب خلطة التوريق اللي احنا عملناها دلوقتي، وبدهن بالفرشة الورقتين دول طبقتين، بدهنهم دهنة حلوة كده، ما تكتروش وما تقللوش، يعني خير الامور الوسط. وبعدين هجيب طبقه واحده بس، يعني التوتال هيبقى معايا ثلاث طبقات، كل رول هنستخدمه هيكون عباره عن ثلاث طبقات. اخر حاجه بقى بنضيف الحشوه كده في النص، وما تبالغوش في الحشوه، يعني هي كده كده جميله ومش محتاجه ان انتوا تكتروها. وبعدين بلفها بالراحه كده وبضغطها عشان تبقاش مرخيه، يعني تبقى مشدوده. الحته المتقطعه خليتها قدام لان كده كده احنا هنلفها فهي مش هتكون باينه. وبعدين خلاص برصها في الصينيه، هعمل معاكم ورقه تانية، دول عباره عن طبقتين، هحط الحته المتقطعه قدامي زي ما اتفقنا، وبعدين هدهنها بخلطه التوريق الجميله دي، وبعدين هاخد طبقه ثالثه وهحطها عليها. وبعدين هناخد الحشوه برضو اللي احنا عملناها دلوقتي، عايزه اقول لكم الحشوه دي طعمها رائع، تنفع في اي حاجه. وبعدين هبتدي الفها زي ما اتفقنا كده، وهشد عليها عشان ما تبقاش مرخيه، تبقى متماسكه كده. وخلاص كده الرول بقى جاهز، هكمل باقي الجلاش وهلفهم كده جنب بعض، ما تزنقهمش جامد على بعض عشان يبقوا سهل في التقطيع بعدين بعد ما هنخلص كل الشغلانة بتاعتنا دي. كده انا خلاص خلصت كل الكمية، وبعدين هاخد باقي خلطة التوريق بتاعتي دي وهرشها عليه كده علشان اشرب كل الجلاش. حطه بقى في الحروف، يعني في الاطراف علشان ما تنشفش، وبعدين حطه برضو في الفواصل اللي هي بين كل
واحدة والتانية. الكمية دي كانت مناسبة جدا للصينية دي، الصينية دي مقاس 30 في 30، وأنا استخدمت لفتين جلاش من اللي هما الحجم الصغير. بعد ما خلاص هزيت الصينية كده علشان تتوزع كويس التشريبة، ببتدي أقطعها علشان تبقى صوابع حجمها مناسب، علشان لو قطعتوها بعد ما هتستوي ممكن تتكسر معاك والحشوة تخرج منها، فإحنا بنقطعها في الوقت ده. بعد ما هتقطعوهم كده برضو هنرج الصينية كده ونهزها علشان التشريبة تدخل في الفواصل اللي احنا قطعناها دلوقتي. بصوا انا بميلها يمين وشمال وفوق وتحت علشان التشريبة تتوزع بالعدل على كل الرولات اللي احنا عملناهم، شكلها جميل ومتناسق طبعا وسهلة جدا. هدخلها على فرن ساخن على درجة حرارة 180، هحطها في اعلى رف في الفرن اللي هو بيكون تحت الشواية. انا ما بحبش اسوي على اللي في النص علشان ما تتلسعش من تحت، تستوي براحتها. اول ما هلاقيها الجناب بتاعتها اخدت اللون اللي انتوا بتحبوه، هطفي الفرن وهولع الشواية وهلفها يمين وشمال كده علشان تبقى يعني واخدة تحمير متساوي، متبقاش فيها حتة لونها احمر جامد وحتة لونها اصفر، فاهميني؟ وبعد ما اخدت اللون الجميل ده انا طلعتها من الفرن، وبعدين غطيتها فوطه نظيفه. لازم نغطي صينيه الجلاش بمجرد ما تخرج من الفرن علشان تبقى طريه، لو مغطيتوهاش هتبقى مقرمشه زياده عن اللزوم فممكن تتكسر منكو، فانا بحبها بصراحه تكون طريه. وبعدين احنا لما بنكشفها ونبتدي نقطعها هي بترجع تتعرض للهواء وتاخد سنة نشفان يعني بسيطة، بس بتبقى معقولة ما بتبقاش تتفتفت يعني. بصوا بقى لما قطعتها شايفين الرولات قد ايه مورقين وجمال ومتناسقين، والحشوة جميلة جدا جدا ومتوزعة برضو كويس جدا جدا. بصوا انا هوريلكم كل حتة يعني يمين وشمال وفوق وتحت. بصوا الطريقة دي ممتازة جدا جدا، اسهل واضمن طريقة ممكن تعملوا بيها الجلاش. انا بحب الطريقة دي جدا جدا، وانا نزلتها لكم من سنتين لو تفتكروا على اليوتيوب، فحاولت اجدد معاكم المعلومات يعني ونعملها مع بعض. بصوا بقى لما بنقطعها جميلة جدا، والحشوة كانت مناسبة جدا، ونص صدر الفرخة يعني كمل لي لفتين الجلاش. في توفير اكتر من كده؟ يا رب وصفتنا تكون عجبتكم، وما تنسوش بس تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، لان بجد والله بفرح جدا لما الوصفة اللي انا بنزلها بتعجبكم. كمان لايكاتكم بتشجعني علشان نكمل في وصفاتنا الجميلة مع بعض. ولو عندكم اي اقتراحات لاي وصفات انتم محتاجينها اكتبولي في الكومنتات، وانا عنيا ليكم، بحبكم من كل قلبي.